السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ رامي، حياك الله سماحة آية الله العظمى السيد المتواضع جابر لك العواضي. التحية. لا لا، مو آية الله، أعتذر عني، مو آية الله، حياك طالب تواضع علم بسيط إن شاء الله. أحب تواضع السادة ده. يا الله عليك، يا الله على تواضعك، يا الله. والله لا كان مو تواضع، هاي الحقيقة. الله حقيقة كمان. يا يعني أنت مش يعني أنت طالب علم ولا لسه ما وصلتش لطلب العلم؟ لا طالب علم، لكن الآن منقطع عن الدرس، يعني حتى الآن لا هندسة. كده هتزعلنا منك بقى يا سيد جابر. ليه تنقطع؟ ليه ما بتروحش تحضر الدروس؟ كده بقى هتزعلنا منك. ليه يا سيد جابر ما بتحضرش الدروس؟ انشغالات خاصة. لا عرفني ايه الانشغالات يمكن اساعدك. محتاج فلوس؟ إن شاء الله نحتاج بس ربنا سبحانه وتعالى. والامام الحسين بعد هاي يعني هي قضية طولية بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام، أنه في طول الله سبحانه وتعالى، في طول الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، الحسين في طول يعني الله. في طول الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإمام الحسين عليه السلام هو الوسيلة والباب من أبواب الله سبحانه وتعالى، وليس أنه في عرض الله سبحانه وتعالى وإله من دون الله. طيب شيخ معلش معلش، كان في بس واحد مسمي نفسه تراث زاهد معمم كان بيتواصل معايا. شيخ جابر، انت تعلم نعم الصحابة المنتجبين؟ عارفهم؟ نعم تعرف الصحابة المنتجبين؟ نعم نعم مين هم الصحابة المنتجبين يا سيد جابر العوادي؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. والله وانا قلت لكم هم اصحاب موسى. طب ما احنا عارفين ان هم اصحاب النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى موسى وعيسى اللهم وعلى صل على انبياء الله. محمد وآل محمد. مين بقى الصحابة المنتجبين يا سيد جابر؟ يعني هل المطلوب انه اذكر اسماء؟ يعني انا علشان ابقى عارف بس. تليفون هيتكسر يا سيد جابر، بالله عليك بالراحة علينا، ادلتك قوية. احنا عايزين بس نعرف الصحابة المنتجبين اللي بايعوا علي رضي الله عنه على الإمامة. اولا انا يعني تناقشت معك في هذا الموضوع كثيرا. لا والله، لا ثواني يا سيد جابر، والله ما تناقشنا في الموضوع ده قبل كده، ان في صحابة منتجبين امنوا بامامة علي. انا ما بقولكش ما هي ادلة الامامة، ده انا لما اتنظرت انا وانت في مناظرة كانت حوالي ساعتين وشوية وقلت لك اعطيني ادلة الامامة، ما اني جاعل في الارض خليفة، ده اللي انت يعني رحت ليه وما رحتش لاي حاجة تانية. فانا بس كلامي دلوقتي سيد جابر، مين هم الصحابة ما بكلمكش بقى على أدلة الإمام، لا، مين هم الصحابة المنتجبين اللي آمنوا بإمامة علي بن أبي طالب وآمنوا بإمامة علي رضي الله عنه، مين هم؟ أخي أستاذ العزيز، الإمامة مو تجي بالبيعة، الإمامة هي تنصيب من الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا ما بسألكش هل الإمامة تأتي بتنصيب ولا بشورى، ما سألتكش عن الإمامة أو عن تفاصيل الإمامة. أنا سؤالي يا سيد جابر، وقلت والله من أول حلقة مفيش معمم هيطول معايا، والمعمم اللي هيطول في السؤال ده هيلف كده. بص يا سيد جابر، استنى عشان أوريهم اللفة. هيلف كده كده، مش عارف أكمل عشان إيدي دي، هيلف كده طول الحلقة، لكن إنه يجيب لأ. هرجع وأعيد عليك التانية سؤال يا جابر العوادي. مين هم الصحابة المنتجبين اللي بايعوا الإمام علي سلام الله عليه على أنه إمام معصوم؟ تفضل أخي العزيز، أنا بس أتصحح لك العبارة، بس أتصحح عبارتك، قل لي من هم الصحابة المنتجبين الذين آمنوا بإمامة علي وليس الذين بايعوا علي؟ طيب جميل جدا، بلاش بايعوا علي وهنجيبها دلوقتي. من هم الصحابة المنتجبين الذين آمنوا بإمامة الأئمة الاثني عشر؟ تفضل. نعم، هنالك عندنا صحابة كثيرون ومنهم سلمان المحمدي. واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة، معلش يا سيد جابر، هنمسك واحدة واحدة. سلمان المحمدي هو الفارسي، سلمان الفارسي، بس هما بيقولوا محمدي لأنه بقى سلمان منا آل البيت وكده. سلمان المحمدي يا سيد جابر، اعطيني الدليل إن آمن بتنصيب 12 إماما يبدأون بعلي وينتهون لمحمد بن الحسن العسكري. يلا يا هو سيد، كان مؤمنا بما. لا ما فيش هو وهي بقى والكلام ده يا سيد جابر، الكلام بدليل، الكلام بدليل. انت قلت اول واحد سلمان، قول لي يا رامي عيسى، هرجع للمصادر وارجع لك تاني. انا عايز مصدر دلوقتي حتى لو ضعيف من كتبك، ان سلمان الفارسي، سلمان المحمدي رضي الله عنه، امن بان الائمه يبداون بعلي بن ابي طالب وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري. اتفضل اخي العزيز. استاذ رامي،
استاذ رامي عزيزي، اول وحده انه انت جاي تتصل بي ما جاي تختار الوقت الصحيح، يعني لا جاي تبلغني. ايوه يبقى انت بقى يا سيد جابر قول لي من الاول. ما فيش يا سيد جابر بقى بدون دلوقتي مقدمات وبدون زعل، وانت جاي ما اعطيتنيش وقت ومش خلاص. شكرا يا سيد جابر، احنا بس كنا عايزين نعرف مين الصحابه. طلع ما فيش حد من الصحابه المنتجبين اللي الشيعه بيقولوا عليهم صحابه منتجبين، امن بامامه علي رضي الله عنه وراى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه امام منصب من قبل الله. ما فيش الكلام ده كله، الكلام ده كله من خرابيط الإمامية الاثني عشرية. وما فيش يا إخوة أي حد من الصحابة اسمه صحابة منتجبين، لأن الشيعة زي ما قلت لكم بيكفروا الصحابة. ففي بعض الصحابة المنتجبين عندهم اللي هم ما ارتدوش ولا كفروا، وبيقولوا من 3 ل 7، 3 4 5 6 7 على اختلاف روايات الشيعة. طب مين من الصحابة دول بايع علي رضي الله عنه على أنه إمام منصب من قبل الله وأمن بتنصيب الاثني عشر إمامة؟ ما فيش، مش هتلقى حد من الصحابه المنتجبين عند الاماميه الاثنى عشريه فعل ذلك. فاحذر يا شيعي انك تقول لي الامامه وان صحابه منتجبين امنوا بالامامه، كل هذا من اكاذيب المراجع والمعممين. كان معكم سيد الشيعه المسمى بجابر العرادي، الحكم لك ايها الشيعي العاقل.